في الفيديو ده هجاوب على سؤال تبدأ امتى. بصوا بشرف في مج علي سوري، انا اسف جدا في المقدمه اللي ما قلتهاش في الفيديو اللي فات بتاع محتاج حافز، بس شكرا جدا للدعم الخرافي اللي بيحصل على قناه اليوتيوب. احنا وصلنا 700 سبسكرايب، ومش عارف كمان وقت نزول الفيديو ده هيبقى كام سبسكرايب، ففي هناك عظمه بتحصل. فشكرا لكل واحد عظيم عمل سبسكرايب او اتفرج على الفيديو او عمل لايك لاي فيديو انا عملته. خلينا بقى نبدا على طول. السؤال اللي اتبعت لي كتير جدا بعد فيديو انت محتاج حافز، ابدا امتى او ابدا ازاي او ايه الوقت المناسب اللي ابدا فيه؟ دلوقتي انا في فتره دراسه او فتره امتحانات ومش عارف ابدا امتى. طب ابدا في الاجازه، طب ابدا بعد ما اخلص جامعه اصلا خالص، طب ابدا بعد ما اخلص اصلا تعليم نهائي، طب ابدا بعد ما اخلص شغل، ابدا امتى بالظبط؟ تبدا امتى دي بقى متمثله انك تبدا امتى مثلا في تحقيق حلمك، تبدا امتى في المذاكره، تبدا امتى في انشاء قناه على اليوتيوب، تبدا امتى عشان تعمل اي حاجه. السؤال ده الاجابه بتاعته من وجهه نظر كريم اللي هو من وجهه نظري انا، يعني اللي انت المفروض لو انت اصلا عرفت تبدا امبارح ابدا امبارح. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي هو ما تستناش البيرفكت بلان او ما تستناش الخطه، انا هعمل خطه الاول عشان اشوف دراسه الموضوع وعشان ما اقعش في الاخطاء والكلام ده. لا، انت اترمي على طول وابدا في الحاجه اللي انت بتحبها، وابدا في الحاجه على طول اللي انت عايزها. اذا كان مثلا قناه على اليوتيوب انت عايز تعملها مثلا ومعكش معدات، لا ما تستناش لما تجيب معدات، صور على طول، معاك تليفون، معاك ترايبود، معاك اي حاجه، اي حامل يوقف التليفون حط التليفون وصور على طول، ابدا وبعد كده شوف هتتعامل ازاي. ارمي نفسك في المعمعه وبعد كده شوف انت هتعمل ايه بقى. يعني انت مثلا لو دلوقتي منشئ محتوى مثلا بتعمل قناه مثلا على اليوتيوب، انت هتلاقي نفسك تلقائيا بتتمرن وبتعمل حاجات احسن من الفيديوهات اللي قبل. يعني مثلا دلوقتي انت بتتفرج على فيديو مثلا على اليوتيوب وعجبك مثلا شوت معين مثلا او حته مثلا في المونتاج اتعملت، هتبقى انت عايز تدور ازاي اتعملت عشان تعملها. فانت ارمي نفسك وهتلاقي نفسك بتتطور لوحدك وبتعمل حاجات جديده وبتبتكر بقى ايه من نفسك، وتبدا بقى ايه تظهر شخصيتك انت في الحاجه اللي انت بتعملها. طبعا انا بتكلم طبعا على اليوتيوب عشان ده مجالي، يعني اي مجال انت عايزه حط طبعا نفس الصفات دي. فاللي هو ابدا امبارح في اي حاجه انت المفروض عايزها، عايز تغني راب، عايز تصور، عايز تبقى فاشون، عايز تبقى فوتوغرافر، اعمل اي حاجه بس ابدا من امبارح. يعني ابدا على طول دلوقتي، ما تستناش اي حاجه. معكش كاميرا وعايز تطلع مثلا فوتوغرافي والكلام ده، معاك تليفون اكيد طبعا، معاك تليفون عشان بتتفرج على الفيديو ده، فانزل ابدا اتصور بالتليفون، ابدا ظبط في الالوان، اتعلم، بص هات اخر الحاجه اللي معاك، اذا كانت كاميرا، اذا كانت تليفون، اذا كانت امكانياتك انت حاليا، ابدا بص هات اخر حاجه اللي معاك حاليا، شوف انت معاك ايه وهات اخرها. لو انت استنيت على الحاجه اللي انت بتفكر فيها علشان بقى لما اظبط نفسي او عشان لما اجيب معدات او عشان اخد كورسز مثلا في حته معينه والكلام ده، هتلاقي نفسك انت ضيعت وقت في الوقت ده كنت ممكن اصلا تتعلم فيها حاجه. يعني الوقت اللي انت بتتعلم فيه او انت خايف فيه اللي انت تبدا عشان تفشل، او الوقت اللي انت خايف فيه عشان انا لسه مش معايا معدات او لسه مش عندي اي حاجه المفروض اقدمها، كنت في الوقت ده ممكن تتعلم حاجه، كنت في الوقت ده ممكن تتعلم اي حاجه في المجال اللي انت عايزه. فالجمله الوحيده اللي انا اقدر اقولها لك ان انت ابدا امبارح، ما تبداش حتى النهارده. يعني شوف بعد ما تخلص الفيديو ده روح ابدا في الحاجه اللي انت بتحبها، بعد ما تقفل الفيديو ده تعمل طبعا لايك وسبسكرايب والكلام ده، روح طبعا اعمل حاجه انت بتحبها على طول، اذا كان اي حاجه بقى انت نفسك فيها. وما تنساش درجه الكفاءه عشان توصل لها في الحاجه دي او التطور في الحاجه دي هتيجي جدا جدا. طالما انت بدات في الحاجه وبدات فعلا تمشي فيها هتلاقي التطور جدا جدا جه. فابدا امبارح ما تبداش النهارده. هو الفيديو النهارده صغير بس حبيت ان انا اتكلم على موضوع ابدا امتى ده عشان جالي سؤال كتير قوي عليه في الانبوكس والكلام ده. وشكرا تاني مره للدعم الخرافي اللي بيحصل على اليوتيوب. ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده كلها عشان يجيلك اي ابديت في حياتي، اذا كان صور على انستجرام او اي حاجه عن الفيديوهات اللي انا بعملها. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.